أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب السبت 10 أبريل 2021. قد تكون بحاجة إلى إعادة ضبط حساباتك، فأنت مقبل على فترة صعبة جدا على الصعيد المادي. قد تكون نسيت خلال الفترة الماضية تسديد بعض الفواتير. بعض العقود الحديثة قد تتطلب مراجعة جيدة. يفضل أن تذهب إلى مكان هادئ اليوم لتمشي بمفردك وتبتعد عن أجواء العمل المرهقة. عاطفيا، أنت محب للجميع، لذلك لا تعتمد على تفكيرك طوال الوقت، لأن صوت العقل يخذلك في كثير من الأحيان. المشاعر لا يمكنها التغير بسهولة، ولا تحتاج إلا للوقت الأطول اليوم مع الشريك. مهنيا، لا تتسرع وتنجرف وراء المظاهر، وتذكر أن ليس كل ما يلمع ذهبا، ولا تقبل أي معلومة بشكل مطلق دون أن تمررها على عقلك وتفكر بها مرارا مهما كنت تثق في مصدرها. صحيا، خصص بعض الوقت كل يوم للاستماع بالاسترخاء، ولا تنخرط في أي مهام متعددة وتهمل جسدك لتحصل على جسد لائق بدنيا. حاول أن تمارس الرياضة وتدلل جسدك بالاسترخاء. توقعات خاصة للرجل اليوم: لا تيأس، من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها. حاول أن تتجنب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام القادمة، ويستحسن أن ترتاح. توقعات خاصة للمرأة: فكري بعقلك اليوم، لأنك عاطفية جدا وقراراتك كلها نابعة من قلبك، الأمر الذي يوقعك في مشاكل كثيرة، لكن اليوم الخطأ ممنوع. عليك الحرص جيدا والتفكير عشرات المرات قبل ادلاء قرار نهائي بشأن أمر هام قد يكون متعلقا بالعمل أو بمصير حياتك العاطفية أو أي شيء من هذا القبيل.